نتكلم شويه عن بنتنا بقى جانا فاروق، طبعا اللي شرفتنا وشرفت مصر كلها الحقيقه، وحققت برونزيه الكاراتيه، وصلت بالسلامه لمصر النهارده. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا لحظات استقبالها في مطار القاهره او امام مطار القاهره، طبعا كان من مجلس الاداره دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره بتفويض وتكليف طبعا من مجلس الاداره في استقبالها. الحقيقه يمكن زي ما قلنا طبعا كان كمان رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، كانوا موجودين ايضا في استقبال بطلة مصر والبطلة الأولمبية جانا فاروق اللي حققت برونزية الكاراتيه. دي لقطات من استقبالها النهاردة، استقبال طبعا بنت النادي الأهلي وبنت مصر في مطار القاهرة فور وصولها. والحقيقة يمكن قالت كلمتين كده لكاميرا النادي الأهلي، تعالوا نسمعهم ونرجع بقى نبدأ ونخش في تفاصيل حلقتنا مع حضراتكم النهاردة في السادسة. والله انا مبسوطه جدا، ما كنتش متخيله اني اجي الاقي الناس دي كلها واقفه عشان تستقبلني. وكل اللي عايزه اقوله ان لو كان ربنا كرمني الميداليه فهو عشان كل الناس اللي واقفه جنبي، كل الناس اللي دعت لي، وانا بشكر كل الناس وبشكر مجهودكم ان انتوا جيتوا لحد هنا في السباق. انا طبعا كان حلم عمري ان الكاراتيه اصلا يبقى لعبه اولمبيه ويخش اولمبياد، كان نفسي طول عمري ان انا اقدر ان انا احقق ميداليه اولمبيه، فالحمد لله ان ربنا كرمني بيها الحمد لله. ان انا اشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لينا وعلى دعم الرياضيين وعلى دعمه للشباب بصفة عامة، يعني هو دايما بيحرص على ان الشباب يبقوا موجودين في اي حاجة هو بيقوم باعدادها او بحضورها، فطبعا حابة ان انا اشكره وبهديله الميدالية دي وبهديها ل 100 مليون مصري. الف شكر نادي الاهلي على كل حاجة.